السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لعبة ديوتي درايف باس. اليوم لدينا حلقة مختلفة قليلا، سوف أقرب سيارة السبورت البيضاء، هذه سبورت كيوب. سوف نقوم بتجربة قفزة من سرعة 260 أو 270 أعتقد. سوف نقرب قفزة طويلة، أطول قفزة في التاريخ في هذه اللعبة. قم بالدخول إلى المكان، وحسناً خليكم مع المقطع. وصلنا بداية اللعبة، والآن سوف نقوم بالذهاب إلى خط السريع لكي عالية. سوف نقوم بالقفز من سرعة 270 أو 260 على هذا الدوار. سوف نذهب إلى المدينة الثانية بسرعة 270 أو 260 قفز سريعة. خليكم معنا. والآن هذه مشكلة، لقد خرجت السيارة إلى الخط المعاكس. حسنا لما أطلعها سوف أرجع لكم. والآن سوف نبدأ السرعة. يا سلام عليك، أطول قفزة في التاريخ اللعبة. ساعة. يا للعجب. كما رأيتم في الفيديو، هذا هو رقم قياسي بالقفز في لعبة ديوتي درايف. حسناً، وهكذا سوف ينتهي فيديو هنا اليوم، وإلى اللقاء سوف نلقاكم في فيديو آخر. مع السلامة.